الحمد لله رب العالمين اللي ربنا أكرمنا بالشهادة. هو كان يتمناها كل يوم، كان يتمناها وهو ساجد، والحمد لله ربنا أكرمه بالشهادة. الحمد لله رب العالمين. يعني التقيت أنا وياه في الحج وقلت له دير بالك على حالك يا أخوي، قال لي أنا كل يوم بتمنى الشهادة، كل يوم وأنا ساجد بتمنى الشهادة. هذا فخر إلنا ولفلسطين كلها. أنا بعزي فلسطين قبلنا إحنا، هذا أخو الجميع، وفلسطين الحمد لله ولادي بإذن الله. يا ما اغتالوا قاضي واغتالوا واغتالوا بطلع أحسن أخرى. ربنا كريم إن شاء الله تعالى. ماذا أراد الاحتلال من اغتيال الشيخ صالح؟ مش عارف شو يعمل، هو مش عارف شو يعمل، مفلس مفلس، ما في إيده ورقة، خلص انتهى يعني. فبدور على أي إشي، أجي هد الدار يعني الحجر، شو مسوي الحجر الفاضي فيش فيها اشي داره، اجهدها لانه مفلس مش عارف يسوي اشي قدام المقاومة. فبنتفشش في الناس، بتفشش فينا في اغتيالات يعني. الحمد لله رب العالمين، هذا احتلال ولازم يوقفوا ضده مقاومة. هذا شريفي والحمد لله رب العالمين، حتى بأيدها الحمد لله رب العالمين. هذا فضل وكرم، وكل اولادنا في فلسطين، فلسطين ولادي، وبتجيب احسن ان شاء الله. شو ما يصير فداء للمقاومة، الحمد لله احنا بنشد على أيديهم وربنا معهم إن شاء الله تعالى. ربنا